تضامنيا بادر فلاح وسكان ولاية عين الدفلة بتنظيم قافلة تضامنية محملة بمختلف المواد الغذائية لفائدة سكان البليدة. المساعدات تمثلت في 11 شاحنة مقطورة محملة بأكثر من 2000 قنطار من مادة البطاطا وثلاث شاحنات مبردة تحمل 12 ألف لتر من الحليب، كما تم توزيع أكثر من 3000 قفة محملة بالمواد الغذائية موجهة للعائلات المعوزة بمناطق الظل في ولاية عين الدفلة. ميكروفون لسير عمان. اليوم رانا في إطار العمل التضامني مع إخواننا في البليدة، وكذلك رانا في إطار عمل اللايم وفي المؤونة للشعب نتاعنا نتاع الولاية نتاعنا هنايا اللي رانا تتكلف به تحت إشراف الشي دولي الولاية الجمعيات الخيرية. ولكن اليوم احنا رانا رايحين كفلاحين من ولاية عين الدفلة بإشراف السيد ولي الولاية وبمتابعة السيد وزير الفلاحة ب 11 كاميون تاع 20 طن تاع بطاطا، ورانا رايحين بربع شاحنات تاع البيض وربعين أكثر من 40 قنطار نتاع اللحوم البيضاء. سكان مدينة البوليدة ندعولهم إن شاء الله ربي سبحانه يرفع البلاء على البوليدة وعلى الجزائر كلها إن شاء الله. ولا كل هاي كاين قافلة مساعدة تتقلع من ولاية عين الدفلة إلى ولاية البوليدة تضامنا مع سكان البوليدة لأنهم هم إخواننا وأهلنا، وإن شاء الله البلاء ربي سبحانه يرفعه. طبعا فيما يخص مدينة عين الدفلة عملية التعقيم الكبرى اللي راكم تشاهدوها اليوم متواصلة، تمس كل دوائر الولاية بتسخير إمكانيات ضخمة من كل القطاعات سواء الشرطة الدرك الحماية المدنية او مختلف القطاعات الاخرى، وهذا عن طريق نداء نبلغ فائده السكان بالتزام بيوتهم وعدم الخروج الا للضرر القصوى. كما ترون اليوم وبتعبئه كامله وبتحسيس كامل وبتنظيم كامل من السيد ولي ولايه عين الدفله، ان هذه القافله التضامنيه التي ستجوب 13 دائره كامله وسوف يستفيد منها حوالي 3000 اكثر من 3000 عائله معوزة.